أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لتردك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.
والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك
فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك. وادع إلى ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلهًا آخر. له الحكم له الحكم وإليه ترجعون. ولا يصدنك عن بعد إذ انزلت إليك. وادع إلى ربي ولا تكونن من المشركين. ولا تكونن من المشركين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك
ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا كل شيء إن هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم هو الله هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الله الذي لا القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى لا تنسى إلا
يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك العالي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة صحف إبراهيم.
صدق الله.